دكتور مديل بلوطين مدير جامع الصحافة في مكناس. فهذا يوم كبير كيتزامن مع يوم الجمعة وقرب دخول شهر رمضان. فالجمعية فاسايس اليوم بفضل دعمها من طرف جمعية 28 الولايات المتحدة كيقدموا لجهات فاس مكناس واحد الدعم معدات وجهاز طبية اللي غادي يتم التوزيع ديالها على مختلف المستشفيات والأقاليم ديال الجهة. فهذه مستلزمات طبية اللي غادي تحتاج في العمليات الجراحية وكذلك بعض المرضى في المراكز الصحية. مناسبة باش كنشكروا المجتمع المدني على الدعم ديالو ديال الجهة. وزارة الصحة كتكون مجهودات جبارة في الدعم ديال المتدخلين كاملين. المجتمع المدني وسائل الإعلام ضروري لنا باش يمكن ننجحوا في هذه المهمة والمنظومة الصحية تعرف واحد النجاح كبير. وشكرا لكم.